كانوا يحاسين باين مع العرب ويخدموا مع اليهود كيف الخوات، من اللي قامت دولة إسرائيل وقالوا حتقوم مدينة إسرائيل انقلبوا إيران في حيرهم، عملوا بزايد بلغان. المسلم جاء على بيت قال له أطلع من هنايا خير ما يقتلوك ولا نقتلك أنا، أنا حبش نقتلك برا، أطلع من هنايا خلي رزقك واطلع، يعني يشيروا كل عزبوا كل حانوا يزقوا ما كل. أمي عودت لي أنا فيها 3 سنين حتعمل عليا اللي قالت، يعني اللي بروح مشاوية وزوز خبيرين خداو كروسة وعملوا قفة سندويتشين بزي ومشين سيرة صغيرة تخدم الفلوكة تجيبهم لإسرائيل ولا لإيطاليا. أبا مشين وجات مقافلة متاع رب ما كريمو تاع خوت أمي، قال وينك رايحة يا شابة يا إيشا شابة؟ قالت له ماشية الطبيب أنايا وبنتي مريضة هارة فيها سخانة. قال لا تي ماشية لفلسطينة وتشدي لطرابلس. حزروا حكوا عاد استناوا حتى صارت العالية وما جاوش في الأدخلة، لما خالت عمتي جات كتير بكري من أمي قبل من أمي، عمتي جات في أنيا حسيفة قليل ونيا قليل وأمالية جاو في عتسماوت.